وعلى رأسهم الأسر الثورية من أرامي الشهداء، أرامي المجاهدين، مجاهدين وأبناء بلدنا. أمي يونس الله يرحمه كان كونداني مع من؟ ولاد خالي. وين؟ السبيطار الله يرحمه ما درناش حنا. في سبيل الله قال لك الجهاد في سبيل الله. حنا كان جينا الجيش في الليل وفي النهار القيادة، قيادة تاع تاعنا كيما ما شاء الله تبارك الله. الله راني نهضر عليكم، نهضر عليكم. أمين. الأمانة وحتى فلو الشهيد كيما انا نطلع قلت للولاد شو هذا نطلع على كريه وعلى الدجاج نتمشى ونطلع غير مي راني عيانه درك راني شويه عيانه مكريه. هذه حي بركه ركب على العلامات دائما اي مناسبه كل مناسبه اي والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. هذه المدرسه كانت من بين المدارس التي افتتحت هذه السنه في اطار الدخول المدرسي، وهذا لاستقبال تلامذتنا على مستوى هذا الحي الجديد. وفي الحقيقة يعني إحياء هذه الذكرى اللي هي ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، نريد أن نغرس في ذاكرة أبنائنا أن هناك سلف صالح هو الذي كان السبب في إيجاد هذا الجو لتمدرسهم وكذلك لعيشهم في هذه الظروف الحسنة. ونريد أن نذكر دائما أبنائنا بأنه لا يمكن لنا أن نحيا أو نتطلع إلى المستقبل إذا لم نكن نعيش الحاضر ونعرف ماضينا جيدا. فالماضي هو الذي يمدنا بكل قوة لنستطيع أن نعيش في ظل هذه الأقطاب الموجودة حاليا. أن تكون هذه التظاهرات وبالأخص التظاهرات الوطنية هذه يعني تلقي نفسا عميقا في قلوب أبنائنا وتذكرهم بالأجداد أو السلف الصالح الذي ترك لنا هذه النعمة التي نحيا في ظلها. واشكر.